مشاهدينا السلام عليكم. من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة مساء، ونبدأ النشرة بأبرز العناوين. هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بتساقط لحبات البرد على عدد من ولايات ومحافظات السلطنة. خلافات تعيق تقدم محادثات جنيف، وعشرات القتلى والمصابين جراء عمليتين انتحاريتين استهدفتا مقر أمنية بمدينة حمص السورية. الجبير يجري مباحثات في بغداد ويعرب عن استعداد بلاده لدعم العراق في مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة من تنظيم داعش. وتتابعون في الأخبار الاقتصادية. بنسبة 6.7% ارتفاع حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية ل 19 مليار و 700 مليون ريال عماني. ومن أبرز الأخبار الرياضية، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الهولندي بيم فيربيك يستعد لإعلان قائمة المنتخب للمعسكر الداخلي وسط توقعات بتغييرات كبيرة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شهدت عدد من ولايات السلطنة هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بتساقط لحبات البرد، ففي ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة هطلت أمطار على بعض قرى الولاية أدت إلى جريان وادي بني غافر. كما شهدت ولاية نخل أمطارا تراوحت بين المتوسطة والغزيرة أدت إلى نزول وادي الثوارة والشعاب المجاورة له. أما في ولاية سمائل بمحافظة الداخلية هطلت أمطار متفاوتة الغزارة جرت على إثرها الشعاب. ولمتابعة آخر الاحتمالات الجوية ينضم إلينا عبر الهاتف أحمد بن عبد الله البلوشي، أخصائي أرصاد جوية بالهيئة العامة للطيران المدني. أحمد، أهلا بك. ما هي قراءتكم الحالية لأجواء السلطنة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طبعا حاليا استمرار تأثر السلطنة بخدود لمنخفض جوي يمتد من الشمال. طبعا هذا التأثير أثر علينا اليوم بأمطار متفاوتة الغزارة، وكانت يعني قوتها وأغلبيتها كانت في جهة جبال حجر الغربي، حيث سجلت بعض المحطات التابعة للهيئة بعض كميات مثل العوابي 2.8 مليمتر، وفي مدحة 15.6 مليمتر، ورستاق 4.6، وادي المعاول 1.2. مع الملاحظة أن بعض الكميات ممكن تصل أو بعض الكميات قد تكون أكبر، لكن بسبب موقع المحطة ربما لم يتم رصدها. نعم أحمد، ما هي توقعاتكم لفرص هطول الأمطار خلال الساعات القادمة؟ لا تزال الفرص موجودة على بعض المناطق، وربما حاليا يعني قراءات الرادار ترصد بعض التكونات على الجبال، وربما تمتد أيضا لتشمل السواحل خصوصا في شمال الباطنة، هناك بعض التكونات وقد تؤدي إلى أمطار خفيفة على صحار على شناص، وأيضا قد يمتد تأثير لمسقط على فترة المساء ببعض ممكن زخات أمطار خفيفة، وأيضا يستمر التأثير في الغد تأثير هذا الخدود، وقد أيضا يكون النشاط الأكبر على جبال حجر الغربي خصوصا على مناطق جنوب الباطنة في فترة الظهيرة، وقد يمتد هذا التأثير على فترة المساء لمسقط وضواحيها. نعم أحمد، إلى متى تتوقعون أن تستمر هذه الحالة الجوية؟ هذه الحالة قد تستمر خلال اليومين القادمين، يعني في الغد وبعد الغد. نعم، إذا أحمد بن عبد الله البلوشي، أخصائي أرصاد جوية بالهيئة العامة للطيران المدني، شكرا جزيلا لك.
حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا اليوم من أن عناصر داخل سوريا تحاول إخراج محادثات السلام بجنيف عن مسارها، وذلك عقب مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة العشرات في تفجيرين انتحاريين استهدفا مقار أمنية بمدينة حمص السورية. لليوم الثالث على التوالي لم تسفر المفاوضات السورية الجارية في جنيف عن أي تقدم، خاصة في ظل تمسك طرفي الأزمة بشروط يراه البعض بأنها لن تؤدي إلى تسوية سياسية قريبة للأزمة المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات. ومنذ بدء مسار التفاوض تطالب المعارضة بهيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة مع استبعاد أي دور للرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية. الأولوية لن تحيد، لأنه إحنا اليوم إيماننا بالانتقال السياسي لأنه يستطيع جمع كل القوى من أجل محاربة الإرهاب، في حين ترى الحكومة أن مستقبل الرئيس ليس موضع نقاش وتقرره فقط صناديق الاقتراع مع ضرورة التركيز على القضايا على الإرهاب. القضايا العالقة في المحادثات وغيرها لا تزال تلقي بظلالها على الوضع الميداني في سوريا، حيث قتل أكثر من 70 شخصا وأصيب العشرات جراء عمليتين انتحاريتين استهدفتا مقرين أمنيين في مدينة حمص وسط سوريا. الهجوم الذي تبناه جبهة النصر نفذه 4 انتحاريين على فرعي أمن الدولة بحي الغوطة والأمن العسكري بحي المحطة. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن من بين الضحايا رئيس فرع الأمن العسكري ورئيس فرع أمن الدولة. ووقعت العملية بعد نحو يوم من إعلان فصائل معارضة تدعمها أنقرة في إطار عملية درع الفرات السيطرة على مدينة البام التي كانت تحت سيطرة المسلحين وتعد آخر أبرز معاقلهم في محافظة حلب. في الشأن العراقي، وفي زيارة هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ التدخل الأمريكي في العراق عام 2003، بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العلاقات السعودية العراقية وسبل التصدي لتنظيم داعش الناشط في كل من العراق وسوريا. جاء ذلك في وقت تواصل القوات العراقية شن غارات على مواقع لداعش مستعيدة السيطرة بذلك على المزيد من المناطق غرب مدينة الموصل. في رسالة دعم كبيرة يتلقاها العراق من الجارة السعودية، وصل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى بغداد في زيارة غير معلن عنها تتناول مجمل العلاقات الثنائية بين بلدين وسبل تعزيزها. الجبير الذي التقى والوفد المرافق له بالمسؤولين العراقيين هنأ العراق على انتصاراته المتحققة ضد داعش وأبدى استعداد بلاده لدعم إعادة الاستقرار في المناطق المحررة. نهني الحكومة العراقية على الإنجازات التي حققتها في مواجهة الإرهاب. المملكة العربية السعودية والعراق يواجهون آفة الإرهاب سواء من داعش أو القاعدة أو غيرها من المنظمات الإرهابية، وهناك رغبة في العمل معا للقضاء على هذه الآفة. نأمل أن تلعب هذه العلاقة دورا مهما في تحقيق المصالح ودفع الأخطار المشتركة، وبنفس الوقت أيضا تحريك بعض الملفات التي تدخل في صالح البلدين. الزيارة هذه تعد الأولى لوزير خارجية سعودي إلى العراق بعد عام 2003، كما إنها تصب ضمن الجهود الدولية لمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم داعش في ظل تقدم كبير للقوات العراقية التي حررت أول الأحياء السكنية في الساحل الأيمن وباتت على مشارف حي الدواسة حيث مركز المباني الحكومية للمحافظة. أعتقد أن معركة تحرير الجانب الأيمن ستكون أصعب، لأن الجانب الأيمن فيه أحياء صغيرة وقديمة وكثافة سكانية. نطالب القوات الأمنية بفتح ممرات آمنة للمدنيين ومساعدتهم في نقلهم إلى مناطق آمنة.
مدفعية التحالف الدولي شنت قصفا على مواقع داعش انطلاقا من مطار الموصل المحرر والذي يعتبر نقطة الدخول الاستراتيجية لأحياء الساحل الأيمن. مثلما تمكنت القوات الأمنية العراقية وبكافة صنوفها من ترك بصمة واضحة لها على الصعيدين العسكري والإنساني في عمليات تحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل، يرى المراقبون أنها ستكون كذلك في عمليات تحرير الساحل الأيمن آخر معاقل تنظيم داعش في المحافظة. للتلفزيون سلطنة عمان ناغم التميمي، بغداد. إلى اليمن، حيث شن طيران التحالف العربي 5 غارات جوية على محافظة تعز جنوب العاصمة صنعاء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر جماعة أنصار الله وحلفائها. وتمركزت الغارات الجوية في منطقة الهاملي بتعز، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله وحلفائها. القوات اليمنية بدورها تواصل عملياتها في نزع الألغام التي زرعتها الجماعات المسلحة في الطرق الرئيسية المؤدية إلى معسكر الزهاري بمحافظة تعز. وفي ليبيا، أعلن المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبي عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة أبو سليم في العاصمة طرابلس. وأقرر المجلس بعد اجتماعه مع عدة جهات أمنية تشكيل لجنة لتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والمباني في المنطقة وتعويض الأهالي المتضررين. هذا وشهدت منطقة أبو سليم اشتباكات بين قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني والمعترف بها دوليا وعناصر موالين لحكومة الإنقاذ، وأسفرت المعارك عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها بحاجة إلى الوفاء بالتزاماتها لتعزيز الإنفاق الدفاعي في حلف شمال الأطلسي لتصل بها إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت في حملة انتخابية بدائرتها في شتارلوند بأن آخرين في العالم سيطالبون بلادها بتنفيذ التزامها اتجاه الحلف. وتواجه ألمانيا ضغوطات منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق الإنفاق على الدفاع بالنسبة المستهدفة في حلف الأطلسي والتي اتفقت عليها كل الدول الأعضاء في الحلف. النشرة مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل. المتحف القومي للحضارة المصرية مكان يروي حكاية التاريخ المصري بآلاف من القطع النادرة. هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بتساقط حبات البرد على عدد من ولايات ومحافظات السلطنة. خلافات تعيق تقدم محادثات جنيف، وعشرات القتلى والمصابين جراء عمليتين انتحاريتين استهدفتا مقر أمنية بمدينة حمص السورية. الجبير يجري مباحثات في بغداد ويعرب عن استعداد بلاده لدعم العراق في مكافحة الإرهاب. بمشاركة أكثر من 250 مشاركا من العاملين في أقسام صحة الطفل بمختلف محافظات السلطنة، نظم مستشفى النهضة المؤتمر الوطني الثاني لطب الأطفال، والذي يناقش عددا من أوراق العمل التي تتعلق بكيفية معاملة الطفل عند إساءته. بهدف تبادل المعارف العلمية والمهارات الطبية في مجال تخصص الأطفال وجمع الأطباء والطاقم التمريضي تحت مظلة علمية واحدة، يأتي تنظيم المؤتمر الوطني لطب الأطفال في نسخته الثانية.
هذا المؤتمر يأتي من سياق تطوير المهني والعملي للأطباء والممرضين في مجال صحة الطفل، ويناقش مواضيع مهمة وورش عمل كثير مهمة، من أهمها ورشة معاملة إساءة الأطفال. الصحة السلوكية والنفسية للطفل والحالات الحرجة والتشوهات الخلقية للجهاز التنفسي والحالات الطارئة للأطفال وحالات إساءة معاملة الطفل من أهم وأبرز محاور هذا المؤتمر. عن أهم المحاور اللي طرقنا لها في المؤتمر والأوراق العمل، محاضرات تتبنى أو تتمحور في صحة الطفل السلوكية والنفسية. يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الأطباء المتخصصين في طب الأطفال والفئات الطبية المساعدة بالسلطنة. ويركز هذا المؤتمر في موضوعات غاية في الأهمية، حيث يبحث في كل مستجدات طب الأطفال. عبد الله بن خلفان الرمضاني، مسقط. الكتب السياسية تكتسب رواجا في معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته 22، هذا ما أوضحه عدد من الأدباء والكتاب. وأعز الكتاب والأدباء ذلك نظرا لتأثر القراء بما يحدث في المنطقة من نزاعات وحروب. السياسة تتحدث في معرض مسقط الدولي للكتاب بحلته 22. التعطش والإجدال السياسي ألقى بظلاله على القراء، فتبلورت صور الحروب والنزاعات على هيئة كتب معروضة في العديد من دور النشر، فأصبح القارئ العربي عامة في بحث مستمر عنها. الكتب السياسية والكتب الدينية إلى جانب الرواية، فأعتقد هذه هي الكتب الأكثر شعبية والأكثر إقبالا من قبل القارئ العربي الآن. يعني هناك هجرة من الورق إلى الإلكترون إلى الديجيتال، فأعتقد أن هذه الهجرة بدأت تصل إلى الوطن العربي وبدأت تصل إلى القارئ العربي. معظم الآن القراء الشباب خاصة يقرؤون على الآيباد، يقرؤون على يعني النسخ الإلكترونية من الكتب، فهذا تطور مهم جدا. القارئ العماني من أذكى القراء، يعني أنا شخصيا أتحدث عن تجربتي هنا، معظم كتبي كانت تباع بالكامل. الأحداث السياسية والمتغيرات التي تمر بها المنطقة انعكست في نوعية معينة من الكتب يبحث فيها بعض القراء عن إجابات للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، فالقارئ المحلي هنا في السلطنة تستمد قراءته من قراءات دولته سياسيا التي اتسمت بالحياد في التعامل مع القضايا في المنطقة التي استطاعت حلحلة ونزع فتيل العديد من الأزمات. العالم يستشعر هذا الصخب الكبير للسياسة ودورها، وطبيعي أنه بعض الكتاب السياسيين يستقطبوا، خاصة بعض مثلا نضرب مثال بالأستاذ هيكل، كان الرمز الأول بالنسبة للسياسة، لأن التحليلات السياسية الناس تشوف هذه الحروب، تشوف هذا الصخب الكبير، تشوف هذه التصريحات المقلقة وتشوف الإشكالات، فلذلك كل حد يرغب يشوف إيش كيف المخرج، وهل هذه الكتب السياسية تعطي الناس مخرج مما يرون ومما يسمعون. الوضع الحاصل بالمنطقة أكيد بيحكم التوجه القراء، بس قد تتفاجأ أنه لا، في توجه نحو الكتب الفلسفية ونحو كتب الاجتماع ونحو الكتب، وفي من جهة ثانية توجه نحو الرواية. مسقط تستقبل العديد من المفكرين والمنظرين السياسيين في معرضها الدولي للكتاب، في معرض لم يشهد مصادرة أي كتاب سياسي على الرغم من منع بعضها في معارض أخرى. من الملاحظ في معرض مسقط الدولي للكتاب أن هناك توجه نحو شراء الكتب المتعلقة بالسياسة، الأمر الذي يشير إلى التأثر بما يحدث من قضايا في المنطقة. فارس بن جمعة الوهيبي من معرض مسقط الدولي للكتاب. ومن الكتب السياسية إلى الأخبار الاقتصادية مع الزميلة الشعثاء البريكية. الشعثاء، تفضلي، إليك الكلمة. شكرا لك موسى. نعم. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة طازج وصحي. أهلا بكم.
مناقشة تطور سير العمل في المبادرات الخاصة بقطاع سوق العمل والتشغيل وآليات التنفيذ والمتابعة تصدرت الاجتماع الثالث للجنة التيسيرية لقطاع سوق العمل والتشغيل لمتابعة مخرجات مبادرات تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي التنفيذ. كما اطلعت اللجنة على مبادرة قطاع الإنشاءات وما توصل إليه في ضوء المنهجية المقترحة لتنظيم عمل تشغيل القوى العاملة الوطنية وتنظيم استقدام القوى العاملة الوافدة لقطاع الإنشاءات. ترأس الاجتماع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة. ارتفع حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة خلال العام الماضي بنسبة 6.7% ليبلغ 19 مليار و700 مليون ريال عماني. وأشار البنك المركزي إلى أن قطاع القروض الشخصية شكل ما نسبته 40% من حجم الائتمان، فيما استحوذ قطاع الإنشاءات على ما يقارب 8%، يليه قطاع الخدمات وقطاع الاستيراد. كما أوضح البنك أن قطاع المؤسسات المالية حصلت على 1.7 مليار ريال عماني من حجم الائتمان المصرفي، فيما حصل قطاع التعدين على حوالي 1 مليار ريال عماني. أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد المعاملات التي تم استلامها إلكترونياً عبر بوابة استثمر بسهولة بمحافظة الداخلية خلال عام 2016 تجاوز 21,500 معاملة. وأكدت الوزارة أن ارتفاع عدد المعاملات المنجزة يعود لتوجه المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات الإلكترونية، ما أدى إلى تخفيف التزاحم من قبل المراجعين في الإدارات والمديريات بمختلف المحافظات. نحن في أوربي نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. مناخ استثنائي وثروة حيوانية من الأبقار تحظى بأفضل مستويات الرعاية والتغذية الصحية، أرقى وأجود معايير السلامة البيئية في أكبر مزرعة لإنتاج الألبان في سلطنة عمان. الصفوة من شركة أعلاف الظفار، علامة تجارية رائدة في مجال إنتاج الألبان والعصائر الطازجة. الصفوة طازج وصحي. أهلا بكم مجددا. شاركت سفارة السلطنة بجمهورية كوريا في ندوة المناخ الاستثماري لدول الخليج التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة الكورية، حيث تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة خاصة في المناطق الاقتصادية الحرة كالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية والموانئ المختلفة. كما تم تعريف الشركات الكورية بالمناخ الاستثماري الآمن للسلطنة والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب مرونة الإجراءات للاستثمارات الخارجية. وفيما يخص الذهب الأسود، انخفضت أسعار النفط عالميا بنحو 1% بفعل المخاوف بشأن زيادة الإمدادات الأمريكية والتي طغى أثرها على تعهدات منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك بزيادة مستوى الالتزام بتخفيض الإنتاج، حيث تواصل شركات الطاقة الأمريكية زيادة عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع السادس على التوالي لتواصل التعافي المستمر منذ 9 أشهر وفق ما أفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة. انتهت النشرة الاقتصادية وعودة إلى موسى.
دكتور بك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة طازج وصحي. شكرا لك يا الشعثاء. تحتفل دولة الكويت الشقيقة اليوم بعيدها الوطني 56، وتحتفل غدا بالذكرى 26 ليوم التحرير، مبتهجة بمنجزاتها التنموية التي حققتها في مختلف المجالات. وترتبط السلطنة والكويت بعلاقات أخوية متينة وتعاون مثمر في ظل رعاية واهتمام متواصل من قيادتي البلدين. في عيدها الوطني 56 والذكرى 26 ليوم التحرير، تحتفل دولة الكويت الشقيقة بمنجزاتها الكبيرة التي حققتها على مختلف الأصعدة التنموية، ويزهو شعبها مفتخرا بما وصل إليه من رفاهية وتقدم. وتتزامن احتفالات هذا العام مع إطلاق الكويت رؤية جديدة إلى عام 2035 تستهدف تنفيذ 146 مشروعا وتحقيق 5 أهداف استراتيجية عبر مجموعة من الركائز، منها إدارة حكومية فاعلة، واقتصاد مستدام، وبنية تحتية متطورة، ورأس مال بشري إبداعي. كما أعلنت الكويت عن ميزانية طموحة للسنة المالية 2017-2018 تقترب من 20 مليار دينار. إنجازات الحقيقة متطورة، خاصة في مجالات كثيرة، منها الطرق، منها التعليم، منها المستشفيات، منها خطة تنموية كاملة وشاملة تعنى بجميع ما يهم المواطن في جميع مجالات الحياة، سواء كانت صحية، ثقافية، إعلامية، تعليمية، سياحية، بالإضافة إلى السعي الدؤوب لحكومة الكويت في عهد حضرة صاحب السمو بتحويل الكويت إلى مركز مالي في منطقة الخليج. وتشارك سلطنة الكويت أفراحها بأعيادها الوطنية احتفاء بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تنمو وتزدهر بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، في ظل الرعاية والاهتمام من قيادتي البلدين حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وتوجت الكويت استثماراتها المتعددة في السلطنة بتوقيعها العام الماضي مذكرة تفاهم حول إنشاء المصفى ومجمع الصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والبالغ تكلفته أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي. وإلى جانب التعاون الاقتصادي، فإن السلطنة والكويت تقومان بجهود ملموسة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، انطلاقا من رؤيتهما المشتركة في حل النزاعات بالطرق السلمية والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية واحترام المصالح المتبادلة ومبادئ حسن الجوار. علاقات تربط الشعبين تاريخيا، تربطهم يعني مصيريا، علاقات حرص عليها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه من الكويت، وحفظ عليها حرص عليها أيضا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله، وحرصوا على أن تكون هذه العلاقات علاقات دائما متطورة، علاقات دائما يعني يكون فيها تواصل بين الشعبين الشقيقين، تذليل جميع الصعوبات التي تتعلق في هذا التواصل. ومنذ استقلالها عام 1961 تحرص الكويت على إقامة علاقات وثيقة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وتنتهج سياسة متوازنة في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتساهم بشكل فاعل في الأعمال الإنسانية بمواقع الكوارث والأزمات، مما أكسبها احترام وتقدير العالم. وننتقل إلى الأخبار الرياضية مع مزون الحسنية. مزون تفضلي. شكرا موسى. أهلا بكم مشاهدينا. يعلن مدرب منتخبنا الوطني الأول الهولندي بيم فيربيك خلال الأيام المقبلة قائمة المنتخب الوطني الأول المعسكر الداخلي، وذلك استعدادا لتصفيات كأس أمم آسيا. يتوقع أن تشهد القائمة تغييرات كبيرة بعد مشاهدة المدرب لعدد من المباريات في دوري عمان تل المحترفين. يذكر أن المنتخب قد حل في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات فلسطين والمالديف وبوتان.
تفرد قوارب الطواف العربي للإبحار الشراعي أشرعتها غدا في الجولة الأخيرة من الطواف من الدوحة إلى إمارة دبي، حيث ستقطع الفرق الثمانية المشاركة مسافة 205 أميال بحرية في أطول مرحلة من مراحل الطواف. ويتقاسم الصدارة فريق موناكو الفرنسي وفريق الموج مسقط، بينما احتل فريق النهضة المركز الثالث. تنطلق غدا ثاني مسابقات أدب الخيل الموسم الحالي بتنظيم وإشراف الاتحاد العماني للفروسية، وذلك بميدان مزرعة الرحبة بولاية بركة، حيث ستشهد المسابقة مشاركة مجموعة من الخيول وصل عددها إلى 25 من مختلف وحدات الخيالة الحكومية والاستبلاط الخاصة. وستشمل المسابقة ثلاث فئات، وهي الفئة المفتوحة والفئة المتوسطة وفئة المبتدئين. استعاد السد صدارة جدول ترتيب دوري نجوم قطر لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه الخور برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين. افتتح حسن الهيدوس أهداف السد في الدقيقة العشرين، وفي الدقيقة 65 عزز السد من تقدمه بهدف من ميغيل كوريا. بعدها نجح الجزائري بغداد أبو نجاح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80، واختتم حمزة الصنهاجي أهداف المباراة في الدقيقة 33 من الوقت بدل الضائع. وبهذه النتيجة أكد السد أحقيته بالعودة لصدارة جدول الترتيب 53 نقطة وبفارق الأهداف عن الأخوية صاحب المركز الثاني. سيكون برشلونة أمام مهمة صعبة غدا أمام مضيفه أتلتيكو مدريد، وذلك ضمن منافسات الجولة 24 من الدور الإسباني لكرة القدم. ويتأخر برشلونة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ريال مدريد الذي يمتلك مباراة مؤجلة، فيما يحل أتلتيكو مدريد في المركز الرابع، وبالتالي فإن الفوز في مباراة الغد سيعيده إلى الصراع على اللقب. واستعاد أتلتيكو هيبته أخيرا فلم يخسر في آخر ثماني مباريات، ليقلص الفارق أمام برشلونة إلى 6 نقاط. وإلى الخبر الأخير، حيث فاز البرتغالي روي كوستا من فريق الإمارات بالمرحلة الثالثة لطواف أبوظبي للدراجات الهوائية. ونجح كوستا في الفوز بالمركز الأول للمرحلة الثالثة والتي أقيمت في مدينة العين، بعد أن حقق زمنا قدره 4 ساعات و34 ثانية و8 أجزاء من الثانية. وبهذا الفوز تصدر كوستا الترتيب العام بفارق 4 ثوان عن الروسي إلينور زاكارين. Team Emirates, Rui Costa. إذن مشاهدينا، الأخبار الرياضية انتهت، وعودة إلى الزميل موسى اللواتي. شكرا لك مزون. المتحف القومي للحضارة المصرية افتتح جزئيا في قاعة عرض مؤقتة بالقاهرة، ويضم المتحف مجموعة من القاعات مجهزة بأحدث التقنيات لحفظ الآثار والمقتنيات والحرف التي تزخر بها مصر منذ القدم. مطلا على قلب القاهرة، يقف المتحف القومي للحضارة حارسا وراويا جديدا لتراثها القومي على مر العصور. المتحف الذي افتتح جزئيا بدأت فكرته عام 1982، وواجه عددا من التحديات إلى أن افتتحت قاعة العرض المؤقت والتي تحتوي على مجموعة من الحرف المصرية عبر العصور. وده يمكن أول متحف بيتكلم عن الحضارة المصرية بصورة عامة منذ بداية نشأة الأرض المصرية وحتى اليوم. دي الفكرة الأساسية لإنشاء المتحف. وتبلغ مساحة المتحف نحو 33.5 فدانة، منها 130 ألف متر مربع من المباني،
ويتوقع أن يضم 50,000 قطعة أثرية من مختلف عصور مصر القديمة وحتى التاريخ المعاصر. في متحف الحضارة العرض الرئيسي فيه هو المومياوات الملكية بكل ما يختص بها من تحنيط لأكسسوريز لاكتشاف لكل حاجة، ولكن زي ما قلت لحضرتك المتحف مش بس فيه المومياوات الملكية، لكن فيه متحف العاصمة اللي اتكلمنا عنه، فيه العرض المركزي، فيه 6 قاعات أخرى، فجر الحضارة ودي التركيز فيها على نشأة الأرض المصرية. ويضم المتحف مجموعة من المخازن لحفظ الآثار مجهزة بأحدث التقنيات العلمية الحديثة على غرار المتاحف العالمية مثل متحف اللوفر والمتحف البريطاني. ويستقبل المتحف حالياً الزائرين المصريين والأجانب من خلال بانوراما متميزة لعدد من القطع الأثرية النادرة والفريدة. أنا أول ما دخلت أصلاً شد انتباهي منظر القلعة من برة، يعني الفيو كان رائع جداً أصلاً، والبحيرة حواليه كانت حاجة ممتازة يعني، والمتحف ككل حاجة كويسة. وبرضو لفت انتباهي إن هم يعملوا هنا تربية متحفية، دي حاجة كويسة جداً للأطفال إن هم ييجوا يعرفوا حضارة بلدهم، بالذات الأطفال اللي ساكنين في المحيط حوالين المتحف هنا، دي حاجة كويسة جداً ليهم يعني. يذكر أن إيرينا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو شهدت الافتتاح الجزئية لمتحف الحضارة، حيث تتم الإنشاءات بتمويل من المنظمة الدولية. كل قطعة في هذا المتحف تحكي قصة مصريين، منهم من كان ذا شهرة ومنهم من لم يكن، لكنهم جميعا عاشوا على ضفاف النيل، لا حرفة لهم إلا صناعة الحضارة. من المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة، سحر صبري، تلفزيون سلطنة عمان. النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بتساقط حبات البرد على عدد من ولايات ومحافظات السلطنة. خلافات تعيق تقدم محادثات جنيف، وعشرات القتلى والمصابين جراء عمليتين انتحاريتين استهدفتا مقر أمنية بمدينة حمص السورية. الجبير يجري مباحثات في بغداد ويعرب عن استعداد بلاده لدعم العراق في مكافحة الإرهاب. وفي ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، إلى اللقاء. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى النشرة الجوية. هطلت أمطار خير وبركة على الأجزاء الشمالية من السلطنة وكانت متفرقة، وتستمر الفرصة بهطول أمطار متفرقة خلال اليومين القادمين عموما على الأجزاء الشمالية. مباشرة معكم إلى توقعات الأجواء للنهار القادم مشاهدينا، وكالمعتاد مع حركة الرياح، وبداية من الساحل الجنوبية الشرقي للبلاد. الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة أو خفيفة إلى معتدلة السرعة بحدود 5 إلى 10 عقد. البحر هادئ إلى متوسط الموج، أقصى ارتفاع له 1.5 متر، والرطوبة النسبية عالية تصل إلى 95%. الرياح على محافظة مسندم تبدو شمالية غربية غرب المحافظة وخفيفة السرعة بحدود 10 عقد. البحر هادئ إلى متوسط الموج، أقصى ارتفاع له 1.5 متر، وحركة الرياح على سواحل الصدر المطلة على بحر عمان تبدو شمالية معتدلة السرعة بحدود 15 عقدة، والبحر بالتالي هادئ إلى متوسط الموج، أقصى ارتفاع له 1.5 متر، والرطوبة النسبية تصل إلى 90%. تستمر الفرصة بهطول الأمطار على العاصمة مسقط، ودرجات الحرارة تكون عند منتصف 20. تطال أيضا هذه الأجواء على جنوب أو شمال الباطنة، قد تكون رعدية أحيانا، وكذلك على شمال الباطنة في صحار والعظمى 24 درجة مئوية. في محافظة مسندم فرص هطول الأمطار تكون واردة للنهار القادم، ودرجات الحرارة عند منتصف 20. شمال الشرقية فرص هطول الأمطار تكون حاضرة أيضا للنهار القادم، ودرجات الحرارة عند 27 درجة مئوية.
مئوية بمحافظة الداخلية في نزوة وجبل شمس، قد تكون رعدية على جبل شمس 14 درجة مئوية. تطال الفرص أو الأجواء الماطرة محافظة الظاهرة ومحافظة البريمي كذلك، ودرجات الحرارة على محافظة البريمي تكون عند مطلع 20. في محافظة ظفار أو صلالة وفي ثمريت فرص لانتشار وتدفق بعض السحب المنخفضة تكون حاضر النهار القادم، درجات الحرارة عموما عند نهاية 20. كذلك والحال في هيمة وإلى مناطق جنوب الشرقية، وتستمر أيضا الفرصة بانتشار وتدفق بعض السحب المنخفضة في جزيرة مصيرة والعظمى 28 درجة مئوية. تطال أيضا هذه الأجواء الأشخر وصور، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين منتصف 20 ونهاية 20. في الختام مشاهدينا أشكر لكم حسن المتابعة وأجواء طيبة نتمناها لكم، وإلى اللقاء.